يعني للأسف إنهم يجونا بطريقة إنه إما تعملوا خلال فترة معينة وأعطونا وقت، وكما تعلم أن بعض هذه المطالب هي نظام أو تعليمات، حتى في بعضها النظام يحتاج إلى وقت طويل حتى إنك تستطيع أن تغير بهذه الأنظمة. نعم. أضف لذلك إنه حتى بدك تغير بهذه الأنظمة يجب أن تدرسها جيدا، لأنها تؤثر على الآخرين. من هم الآخرين؟ يعني الآخرين الفئات الأخرى العاملة في الجامعة. نعم. عندما يقولون مثلا العلاوات الفنية 35% لإخواننا بالتمريض وللصيادلة والأطباء الأسنان 60 وللأطباء 60 ويأتوا إخواننا الممرضين ويطلبوا أن تكون 100%، فهذه تؤثر على السلم العلاوات الفنية الموجود في الجامعة. نعم. وهذه النظام، وهذا النظام ايضا بده دراسه وتشوف تاثيره على الاخرين. بس يعني دكتور، يعني سعاده النقيب يذكر بانه من 9 شهور يعني هم بعثوا لكم برساله بهذه المطالب، يعني 9 شهور اعتقد بانه وقت كافي حتى انه يجري حوار او يجري تعديل على النظام والكامل. هي ناخذها من ناحيه المبدا. نعم. من ناحيه المبدا بتغيير مثل هذه العلاوات الفنيه هي تؤثر تاثيرا على الآخرين، وأيضا هي تزيد من التكلفة على الجامعة بشكل عام وعلى المستشفى بشكل خاص. نعم. لأنه أول في وقت أن كما تعلم أن كل مؤسساتنا يعني النواحي الاقتصادية تبعتها مش ولا بد، وخصوصا الجامعة، وإحنا أيضا علينا ديون، في وقت علينا ديون الأخوان يطالبوا بزيادة الدخل، وهذا ايضا كل الفئات المجتمع تطلب هذا الدخل، كل فئات الموجوده في المستشفى. بس سعادتك يعني ان النقيب قال بان هذه المطالب الخمسه لا تحتاج اي كلف ماليه ولن تؤثر. كيف لا تحتاج كلف ماليه يا اخي الكريم؟ عندما انت تطلب 35% علاوه مش ما فيها هاي كلفه؟ نعم. عندما تزيد الحوافز هاي مش كلفه؟ عندما تطلب معادلة الشهادات، يعني أنت وظفت إنسان على التوجيه أو على الدبلوم. نعم. والآن هو بكالوريوس أو دكتوراه وتعترف له فيها، هذه مش كلفة مالية على الجامعة. يعني دكتور لنستمع إلى سعادة النقيب، يعني سعادتك يعني هذه كلف مالية. يبدو من كلام الدكتور من حديثه بأنه الاستجابة صعبة إلى مطالبكم في هذا الوقت. دعيني بالبداية أشكر الدكتور على حسن استقباله في المستشفى، ولم يكن أي خلاف بيننا وبين الدكتور عبد العزيز في هذا الموضوع، وتناقشنا مرتين، وهو يعني تماما أنه لا إشكال مع رئيس الجامعة، مع مدير عام المستشفى. نعم. لأنه يوقن تماما كما تحدث لي، إلا إذا غير رأيه طبعا، بأنه هذه مطالب شرعية. لكن يعني أرجع دكتور عبد العزيز، أتحدث بأن موضوع الحوافز لا يحتاج إلى أن ندخل أموال جديدة، ولكن نحتاج إلى إعادة توزيع هذه الحوافز، والتي هي نسبتها 100%، 71% منها توزع على كافة العاملين في المستشفى، ويأخذ منها نسبة 6% التمريض، وكل اللي ما طلبوا التمريض هو رفع العلاوة من 6% إلى 15% أو 12% فقط. أما فيما يخص موضوع العلاوة الفنية وهي 35% للممرضين و 60% للصيادلة و 60% لأطباء الأسنان وللمهندسين اللي نطيت عنها دكتور، هي 95%. نعم. مما يدل على أن هنالك تغول من الجامعة ومن الكليات على أن المهندس ليس عضوا في الكادر الصحي، والمستشفى يعمل مع الكادر الصحي، وأنت تعلم جيدا بأن كافة الخدمات، مع احترامي طبعا لكل الزملاء بجوز بالتحقق أكثر من هيك، لكن هم عبارة عن سبورت للهيلث كير بروفايدرز أو مقدمي الرعاية الصحية، وبالتالي حصلوا على علاوة فنية أعلى من أطباء الأسنان ومن أطباء ومن الصيادلة ومن الممرضين، والممرضين 35% في حين البقية لو كان الرقم يزيد، نحن لا نقبل بأن نتعدى نسب معينة، لو كان الرقم يزيد إلى 50% و60% للأطباء وأطباء الأسنان لكان مقبولا، لكن لم يكن مقبول بأن يكون 35% والمهندس أو غيره بأخذ 95% و120%. سيد العزيز، فيما يخص معادلة الشهادات، المؤسسات في كل العالم هي تطور كوادرها، وعندما الكادر يتطور هو عبارة عن زيادة في خدمة المريض. هذا الممرض كان موجود عندك لما كان على شهادة الدبلوم،
مش كما تحدث أيضا زميلي وصديقي والدكتور على أنه دخل على شهادة التوجيه وبعدين بعد أسبوعين قدم شهادته. لا أبدا، لا ما هكذا. هذا اشتغل عندك سنوات وهو يدرس ويعمل، كان يدرس من وقته الخاص ومن أمواله حتى رفع مستواه وأصبح بيحمل درجة البكالوريوس. الأولى أن يعين أو أن يرفع هذا إلى درجة البكالوريوس قبل أن نأتي بموظف من الخارج ونعينه، وهذا فارق مالي بسيط جدا راح يكون بيناتهم. يعني إذا بتقاضى 450 دينار ممكن يصير يتقاضى 500 دينار. يعني نتحدث عن رفع كفاءة، نتحدث عن تغيير في العملية التمريضية ما بين دبلوم وما بين بكالوريوس. يعني دكتور يعني لا تكلفة مالية حقيقية. لا تكلفة مالية دكتور عبد العزيز، أنت الآن بصورة معلش يا سيدي، معلش خليني أجاوب على اللي حكاه عطوف ساعات النقيب. تفضل دكتور. معلش يا سيدي. تفضل. تسمح لي؟ تفضل. يا سيد، أولا بالنسبة للحوادث اللي حكى عنها سعادة النقيب، وبالنسبة أولا إني أنا لما قابلته حكيت له إنه يعني حقيقة المطالب كلها عن نظام جامعة وليس نظام مستشفى. إحنا موظفين المستشفى هم موظفين جامعة، وبالتالي ينطبق عليهم ما ينطبق على أعضاء على الموظفين في الجامعة. الحوافز اللي يحكي عنها سعادة أخويا وصديقي النقيب، الحوافز هي كعكة. يعني هو لما بده يزيد 6% إلى 15% يعني إما أن تكون من حصة الأشخاص الآخرين في المستشفى أو أن تكون من حصة المستشفى، وبالتالي هي عبء على الطرفين وهي موزعة بطريقة. طب يعني طويلة يعني سعادتك حتى إنه يكون يعني سعادتك مشان وقت للعلاوات، مشان وقت البرنامج بس سعادتك الآن المهندسين إحنا هذا نظام جامعة وليس فقط للمستشفى. سعادتك هل سيتم الاستجابة إلى هذه المطالب؟ هل ستفتحون حوارا مع النقابة حول هذه المطالب؟ يعني هل هناك أمل يعني لوح بالأفق لحل أزمة الاعتصام؟ في حاجة ثانية يحكي سعادتك، هل من الممكن الاستجابة لهذه المطالب؟ إيش هي المطالب؟ مطالب النقابة. يا سيدي الاستجابة لمطالب النقابة لا تكون على التليفون. يعني نعم. أنا هذه بدها دراسة وبدها لا يمتلك بدها يعني اللجان تشوفها كم التكلفة وكم التأثير على الآخرين. يعني دكتور عبد العزيز زيادات، سعادة النقيب يعني يقول بأنك لا تمتلك القرار بالاستجابة إلى هذه المطالب. الدكتور عبد العزيز زيادات مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية، شكرا.